ترى احنا ماكو شيء. انا بسميها شرايا جغرافيه وليس الدول. كويت، قطر، بحرين، امارات. انا اذكر حضرت ندوه في نيويورك، او دعيت الى ندوه في نيويورك يناير 1992، اي بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بسنه واحده. عنوان الندوه: ماذا بعد تحرير الكويت؟ وكان يشرف على هذه الندوه المجلس الامريكي للعلاقات الدوليه، وكان في 28 ورقه في هذه الندوه. ورقه من هذه الاوراق قلت للشيخ سعد رحمه الله عليه: ينبغي ان تقراها ابو فهد زين، تقراها ورقه ورقه. ماذا تقول هذه الورقه؟ تقول انه في حلول 2025 لم يبقى في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلا ثلاث دول: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، واليمن. أما الباقي: كويت، بحرين، إمارات، قطر. فهذه كلها حسب واضع الورقة، فكل هذه الدول الأربع سوف تندثر وسوف تذوب، إما طوعا أو كرها، إما بأن دولة تضمها أو هي تطالب بالضم إلى دولة أخرى. وقال الآتي: قال إن الكويت قد لا تبقى مستقلة عن العراق سنة 2025. قال إن قطر والبحرين ستضم إلى المملكة العربية السعودية، أما الإمارات فباعتبارها امتدادا لساحل عمان سوف تنضم إلى سلطنة عمان. ترى الأمريكان ما يحجون حجي بالهواء، هذه بالونات يقطونها ويشوفون شنو ردود الأفعال، وعلى ضوء ردود الأفعال يضعون استراتيجيات. وأذكر أني تناقشت مع الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه نقاش طويل جدا في بيته حول هذه الورقة، واتصل بالسفارة الكويتية في واشنطن وقتها في ذاك اليوم، وطلب أوراق كل الندوة، وقلت له انه سفارتك هاي اللي قاعده بواشنطن تسوي استقبالات وتسوي احتفالات، المفروض تتابع الندوات هذه وتضع لك تقارير حول هذه الندوات، مو انه يستقبلون فلان بالمطار ويدعون فلان بالمطار ويوقعون اتفاقيه. لابد من متابعه الفكر الاستراتيجي الامريكي، لان هذه كلها مطابخ تطبخ القرار اللي يتعلق بالسياسة الأمريكية في منطقتنا.